السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأوجه هذا الفيديو بالدرجة الأولى للإخوة العرب المقيمين في تركيا، الإخوة الذين يعيشون في تركيا أو المستفيدين. العرب هو المسلمين الذين استفادوا من الدولة التركية بشكل مباشر أو غير مباشر. نعرف الآن هناك حملة شرسة خبيثة شنها الإمبريالية العالمية والدول الاستعمارية ضد تركيا، شيطنة الدولة التركية. هناك عملية شيطنة تركيا. يعني الخوض في هذا الحديث يطول، لكن معظم المثقفين العرب أو الذين هم لديهم بعض المعلومات يفهمون هذا الأمر. وسائل الإعلام العالمية تقوم بحملة شرسة صباح مساء. هناك ملايير من الدولارات تنفق لشيطنة تركيا، وخاصة الرئيس التركي أردوغان لإظهاره على أنه شيطان وأنه ديكتاتور وأنه شخص سيء. أنا شخصيا حينما كنت يعني في زياراتي المتعددة لتركيا أفاجأ أحيانا أنا وبعض الشباب لجهلهم، وكما قلت لهذه نتيجة هذه الحملة الخبيثة الإعلامية يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس يظن به السوء لأنه كانت تشن حملة تشويه ضده، قالوا عنه ساحر مجنون. فطبيعة الحال شخص لم يلتقي به ويسمع هذا الكلام، ما أنت الناس يعني تسمع لا تعرف الحقيقة. فقلت بعض الشباب كانوا يعني يعتقدون أن رئيسهم دكتاتور، ولكن حينما تناقشت معهم وأبرزت لهم هو يعني العيب الأكبر الذي يلقون على الرئيس في تركيا، نتكلم عن الشباب التركي، هو أنه يعني أن تركيا تمر من أزمة اقتصادية. قلت لهم أن هذه أزمة اقتصادية متعمدة من طرف كما قلت الإمبريالية العالمية. ف الرئيس أردوغان لا يدافع فقط عن مواطنيه، يدافع عن المسلمين، ويكفينا نحن أنه رئيس دولة مسلمة وهو يحتاج لدعمنا. فالطريقة التي نستطيع بها أن ندعم الرئيس التركي أردوغان وحزبه وحكومته ودولته هو الإعلام، إعلام البديل اللي هو مواقع التواصل. أنا سأعطيكم فكرة بسيطة أيها الإخوة، لو كل واحد فينا كل يوم يقوم بنشر فيديو، هناك بعض الفيديوهات التي تتحدث التي تقول الحقيقة عن تطور تركيا. تركيا الآن أصبحت من أول الدول العالمية، تركيا الآن صناعيا واقتصاديا أصبحت أحسن من دول أوروبية كثيرة، وأصبحت بين الدول العشر الأولى في العالم في بعض المجالات. وإذا بقيت في نفس الوتيرة ستصبح من بين عشر الدول الأولى في العالم في جميع المجالات، بما يفيد لكم هو اقتصادي وعسكري وكل شيء في جميع التخصصات. فهي تمشي بوتيرة نمو كبيرة جدا، والحمد لله اللهم بارك، في وقت الذي معظم دول العالم تعرف أزمة اقتصادية. أرجو من كل شخص يسمع هذا الفيديو، شارك الفيديو أو شارك الفكرة توصلها لأصدقائك معارفك أننا يجب أن نساهم في تطور الدولة التركية وفي نجاحها، وفي تركيا تحتاج لنا أكثر من أي دولة أخرى. نحن كمسلمين نتضامن مع أي دولة إسلامية في حاجة لتضامننا ومساعدتنا، لكن الآن تركيا تحتاج من أي شخص مسلم وأكثر من أي وقت لهذا التضامن، لأنه كما قلت لكم الآن تقريبا تركيا هي الوحيدة التي تتكلم عن القدس وتدافع عن القدس وتعرض مصالحها للقدس، يعني تعرض مصالحها للخطر وللعقوبات من أجل أن تدافع عن القدس.
وتدافع عن سيادتها. سأقول لكم كلام وستذكرونه جيدا. تركيا تريد أن تكون دولة، والدولة تعني السيادة وتعني استقلال في القرار. لا تتحكم فيك، لا تتحكم فيك فرنسا أو تتحكم فيك أمريكا أو تتحكم فيك لوبيات عالمية خبيثة أو تتحكم فيك الاتحاد الأوروبي. هذا هو معنى كلمة دولة. فهي الآن تدفع الثمن لأنها تريد أن تكون دولة ذات قرار وسيادة. فلهذا نحن كمسلمون، يوجد فوق الأرض أكثر من مليار مسلم. إذا قمنا ولو كل مسلم يشارك فيديو واحد كل يوم أو يتكلم ويعلم أصدقائه في الواتساب ويتكلم عن تركيا يقول الحقيقة، هم ينفقون الملايير من أجل نشر الإشاعات والكذب. كذب. نحن نتكلم ونقول الحقيقة، وإذا ساهمنا سيعرف العالم الحقيقة، سيعرف العالم أن أردوغان ليس رئيس ديكتاتوري كما يشاع عنه أو قمعي أو سيء، بل هو شخص صالح وأصلح البلاد، وهو أفضل يعني رئيس في تركيا بالنسبة لتركيا الحديثة، وهو إلى غير ذلك. وأن تركيا تعيش في عزها، وأن الخطر الذي يخاف عليها ليس من الداخل، ليس من حكومتها أو شعبها أو رئيسها، بل من الخارج. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.